واليوم تحت أقدام الزوار. مهما طالت المدة لكن نصر الله قريب، والحمد لله الحمد لله. هذا هو السلاح الروسي، سلاح بشار الذي خزم روسيا لكي يعز سوريا، لكن هزلت سوريا، واليوم هو تحت أقدام زوارنا. سلاحك يا بوتين تحت أقدام الزوار، وإن شاء الله يا بشار وسلاحك وشبيحتك كلهم تحت أقدامنا إن شاء الله. وإن شاء الله الفتح مستمر حتى تطير هذا البلد من عصابات الأسد جميعا إن شاء الله. تكبير، الله أكبر.